بسم الله والحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته يا رب. سقنا بيدي رسول الله شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل الهم عن المهمومين. عن رسول الله فيها ميز الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله وإيه ورسوله، وصدق الله ورسوله. أما أهل النفاق قالوا بعد صلاة رسول الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعدها بآية يقول الملك: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب. صليتم على رسول الله؟ أهل يثرب هم من أهل يثرب؟ يعني أهل المين؟ أهل المدينة. الله يفتح عليكم. ولكن قال العلماء: لا يجوز ولا يحق أن تقول مثلا أنا ذاهب إلى يثرب، لأن لفظ يثرب الآن جاء في موطن النفاق. من الذي يقول يا أهل يثرب؟ استكثروا أن يقولوا يا أهل المدينة. هي بمجرد وصول النبي إلى المدينة تحولت من يثرب إلى مدينة النبي محمد، ولكن هذا من باب الاستعلاء على رسول الله. فذكر الله قولهم: صليتم على رسول الله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، صليتم على رسول الله. بعدها يقول: صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم من النبي. كل تلك الآيات أيها الإخوة الأكارم نزلت على ما أعتقد ما يقرب من 50 آية نزلت في شأن هؤلاء المجرمين، صليتم على رسول الله، من أهل النفاق. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتكالبت عليه الدنيا جميع الملل في غزوة، هذه الغزوة اتحدوا على رسول الله. المشركون من قريش، صليتم على رسول الله، عبدة الأصنام وعبدة الأوثان. والمشركون، صليتم على رسول الله، من اليهود، حاصروا مدينة النبي محمد. عشرة آلاف طوقوا مدينة النبي محمد. عشان تعرف ما أنت كنتش حاضر معنا، صورها لنا الملك في آية واحدة. صور لك أخواني حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة لما جاء 10,000 وحاصروا مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مولانا تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. قلبي حيطلع خلاص من الخوف والرعب. ووقع الصحابة فيها إخواني، حتى قال النبي محمد تلك الكلمة: اللهم إن تشأ، بهذه مشيئتك، اللهم إن تشأ ألا تعبد، اللهم إن تشأ لا تعبد. يعني إن تهلك تلك العصبة أو الصحابة أو قضي علينا خلاص. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الرعب والخوف، ولكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله في أي أمر من أمور حياتك، إذا ضاقت بك الأمور كن حسبك الله، اجعل حسيبك الله رب العالمين. فحسب النبي هو الله. فمر على الصحابة ما يقرب من شهر رعب وخوف وجوع ونساء وأطفال وما يستطيع الواحد أن يخرج منهم، والطامة الكبرى إخوان من العدو الداخلي من أهل النفاق، ويبكتون في الصحابة ويقولون في الصحابة، ووقع الخلاف والشقاق. ثم طامة أخرى وقعت، صليتم على رسول الله، ألا وهو نقض بنو قريظة عهد النبي محمد. نقضوا العهد وخانوا. وهذا هو دأب اليهود في كل عصر وفي كل مصر، في كل حال وفي كل زمان. الغدر من طبيعتهم وشيمتهم لا يتخلون عنه أبدا، صليتم على رسول الله. الشاهد كان السبب الرئيسي لهم الصحابة وما وقع فيه الصحابة من غم يا أخواني في الله، صليتم على رسول الله، تعيش معايا الليلة دي يا أخواني، كان بسبب يهود بني قريظة.
الصحابة قاموا بإنشاء خندق من الناحية الشمالية صليت مع رسول الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل من أصحابه أمام الخندق، فما استطاع واحد منهم أن يجتاز الخندق إلا قليل، ومن اجتازه قتل أو فر، فما وجدت قريش أي دخول لمدينة النبي محمد. فالمدخل الوحيد من ناحية مين؟ من فين؟ أيها من بني قريظة. فخانوا رسول الله ونقضوا العهد مع رسول الله، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عقوبة الخيانة. ومعروف يا إخواني عقوبة الخيانة في القانون الدولي وفي العرف والأعراف والعادات أنه ليس للخائن إلا بس، مش حل ده ما ينفعش. فأرسل النبي وبين لهم عقوبة الخيانة، ونحن بيننا وبينكم معاهدة ألا تتآلبوا ولا تتحالفوا ضد عدو لنا، ونحن كلنا سكنين في المدينة ونحن قاتل. فقالوا لا لا لا، عهد بيننا وبينك، نبذنا العهد، ما فيش حاجة اسمها كده يا عم خلاص. فحذرهم النبي محمد، فظنوا أن الله سوف يتخلى عن رسول الله صليت مع رسول. بل إنهم قالوا كما قال حيي بن أخطب لمشرك قريش، قالوا إن دينكم يا دين قريش، يا قريش هو دين قريش يا إخواننا ليس لها دين، عبادة أصنام، ومع ذلك اليهود يهود يتحالفون مع الشيطان من أجل أن يصلوا إلى غايتهم. فلما قال أبو سفيان لحيي بن أخطب يا حيي عندي سؤال صغير أدي حبيت السمسم كده، أديننا أفضل أم دين محمد؟ حيي بن أخطب من كبار اليهود بني النضير، عشان المصالح تتصالح، قال والله إن لدينك لهو أفضل من دين محمد صليتم على رسول الله. فأنزل الله قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين أهدى إيه؟ حد يذكرنا؟ طيب المهم يعني اعترفوا بأن العبادة الأوثان أفضل من عبادة الرحيم الرحمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد خلصت المعركة وانتصر الله، وانتصر الله لرسوله محمد، وجاءت الريح فخاف أبو سفيان وعاد الأحزاب. كنا توقفنا الليلة الماضية هنا، فرح النبي وعادت السعادة والبهجة، ودخل الصحابة يأخذون الأنفاس، لهم شهر في الرعب والخوف والقلق والتوتر، وعاد المشركون يزلون الخيبة، وقال النبي تلك القولة اليوم أو الآن نغزوهم ولا يغزونا، فيش واحد تاني حاجيني أبدا من قريش، خلاص فيش قريش بعد اليوم. صليتم على رسول الله. استراح النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم صليتم على رسول الله يأخذ قسطا من الراحة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويطيب نفسه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يجد أمامه جبريل عليه السلام يقول له يا محمد صليتم على رسول الله أوضعتم الحرب؟ أوضعتم السلاح؟ قال خلاص انتهت. قال لا، إن الملائكة ما وضعت سلاحها إلا تلك اللحظة، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى بني، إلى مين؟ إلى بني قريظة الآن. هذا أمر من؟ أمر الله رب العالمين. وبالفعل أيها الإخوة الأكارم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، يا بلال أذن في الناس لا يصلين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة بفضل الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
فيما يقرب من 3236 صحابي خرجوا إلى بني قريظة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد جماعة من بني النجار اللي هم أخوال مين؟ أخوال سيدنا النبي، يلبسون لأمة الحرب، ملابس الحرب. من الذي أخبرهم وهم في آخر المدينة؟ فقال لهم النبي محمد: أو مر عليكم أحد؟ قالوا نعم. من اللي أخبركم؟ من مر عليكم؟ نعم. قالوا: مر علينا فارس، ألا وهو دحية الكلبي. من مر عليكم؟ قال: دحية الكلبي، وقد لبس عمامة من إيه؟ من استبرق، من استبرق. فقال النبي ونظر إلى الصحابة قال: أتدرون من هذا؟ إنه جبريل عليه السلام. صليتم على رسول الله؟ ذهب إلى بني قريظة ليزلزلهم زلزالا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، صليتم على النبي محمد، وضرب عليهم الحصار، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا زوجات النبي. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يحاصرهم ما يقرب من 25 يوما، 25 يوم. فأرسلوا إلى رسول الله، ركز الكلام اللي جاي، لأن القصة دي يا إخواني أو فتح أو غزوة بني قريظة فيها مغزى كبير جدا لشبابنا، لازم يعوم. صليتم على رسول الله؟ لا تنسى أبدا أن عقوبة الخائن إيه؟ القتل. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأعراف، أن الخائن أيها الإخوة الأكارم ليس له إلا ضربة بالسيف، لأنه لا يؤتمن، وخاصة في القانون العسكري. صليتم على رسول الله؟ أي خائن في القانون العسكري قديما وحديثا، حتى أخواني في القوانين الدولية الآن، ليس له إلا أن يقتل بعد الصلاة على رسول الله. فركز في الكلمتين دول الله يرضى عنك، عشان تفهم معي آخر الحدث، لأن آخر الحدث مهم جدا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الرسل تأتي إلى رسول الله. جميل إخواني؟ طيب لما جاءت الرسل؟ يعني جماعة يرسلونهم من بني قريظة يريدون التفاوض والصلح مع سيدنا رسول الله. جميل إخواننا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، فأرسلوا إلى رسول الله: يا محمد أرسل إلينا أبا لبابة. أبو لبابة يا إخواني حليف لبني للخزرج، عفوا لبني قريظة، تربى معهم وكانت له معاملة، ولكن هو أكرمه الله بالإيه؟ بالإسلام والإيمان. فقالوا كان حليفا لنا، نريد أن نشاوره ونستنصحه ويدينا النصيحة نعمل إيه؟ فعملوا خطة بسيطة جدا، قالوا إذا دخل أبو لبابة في الحصن، في حصننا، أظهروا أمامكم النساء بالبكاء والأطفال بالرعب والخوف حتى يسترحمنا مين؟ أبو لبابة، فينقل الصورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على سيدنا رسول الله. وبالفعل قال النبي: أين أبو لبابة؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب إليهم وانظر إليهم ماذا يريدون. أبو لبابة كان يعلم علم اليقين أن النبي لن يقبل إيه؟ صلحا، وهذا سر عسكري. فلما وصل أبو لبابة إلى بني قريظة قالوا: يا أبا لبابة، ركز في الكلمتين، شايفين يا إخواننا أنتوا ولا مش شايفين اللي ورا؟ أبو لبابة هيعمل حركة دلوقتي أصلا، شايفين الجماعة اللي ورا؟ طيب الله يفتح عليكم، صليتم على رسولنا. دخلوا عليهم فأظهروا النساء بالبكاء وأظهروا الأطفال ومش عارف إيه والكلام ده، وضج بنو قريظة بالبكاء. فلما دخل عليهم سيدنا أبو لبابة قال له كعب ابن أسد سيد إيه؟ سيد بنو قريظة، قال: يا أبا لبابة، لقد لك فينا من المكانة. وأبو لبابة عنده مشكلة بسيطة جدا، أن أولاد وزوجة أبو لبابة موجودة فين؟ مع بني قريظ في الحصن، فهو له يد عنديهم. قالوا: ماذا ترى يا أبو لبابة؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟
ننزل على الحكم بتاعه. أبو لبابة لم يتكلم، إنما أشار إلى حنجرته وإلى نحر عمله. هذه الإشارة إيه معناها دي؟ يعني القتل والذبح. أبو لبابة ما أن انتهى من الإشارة، حتى أن إخواني في الله دماء الإمام، الإيمان دماء في قلبه وفي جوارحه تتفجر من الداخل. قل ويحك يا أبا لبابة، أو تخون النبي محمد يا أبا لبابة؟ ونزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فبكى أبو لبابة في مكانه، ووصل الخبر إلى رسول الله عن طريق الوحي. فماذا فعل أبو لبابة؟ خرج من عند بني قريظة متوجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن نراكم قريبا في مسجد النبي محمد. وإذا بأبي لبابة يأمر زوجته بأن تربطه في سارية. يا شباب، لما تروح مسجد سيدنا النبي محمد، مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقسوم إلى قسمين. يقول لك المسجد القديم، وعشان تعرفوا المسجد القديم اللي هو فيه يا إخواني في الله مدفون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأعمدة بتاعته يا شباب مختلفة. الأعمدة بتاعته صغيرة، الدائرة والقطر صغير، ولم يكن معمول بالرخام. صليت مع رسول الله تحس إن شكله جيري كده باللون اللي هو اللبن اللي قدامنا ده. صليت مع رسول الله، بقيت المسجد كله معمول بالرخام ما عدا المسجد القديم اللي هو فيه إيه؟ السلام، وفيه الروضة بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، روضة من الجنة. وفيه كذلك إيه يا إخواني؟ مدفن سيدنا النبي وأبا بكر وعمر رضوان الله عليهم. فيه بعض الأعمدة مكتوب كده في آخرها، لما تبص: سارية أبو لبابة، سارية أم المؤمنين عائشة، سارية فلان، تجدها كذا مكتوبة في آخر العمود. لما تروح إن شاء الله انظر إلى هذه الأماكن. فكان من بين الأعمدة سارية مكتوب عليها أبا لبابة. لما تروح تبقى تفتكر القصة دي إن شاء الله. صلينا على رسول الله. جاء أبو لبابة فربط نفسه في سارية، وكان لا يفك يا أخواني إلا في الخمس صلوات فقط، وأقسم بالله ألا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه من فوق سبع سماوات، حتى تنزل البراءة بتاعته. أبو لبابة أشار إلى حنجرته. هما بيسألوه: يا أبو لبابة ننزل على حكم النبي محمد؟ فقال لهم إيه؟ ما تكلمش. قال لهم: هذه الإشارة، هذه الإشارة معناها إيه؟ أنكم سوف تذبحوا لو نزلتم على مين؟ على حكم النبي محمد. وصلت يا إخواننا؟ فهو قال: الآن أنا خنت مين؟ خنت الله ورسوله. ونزل قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا مين؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فأقسم ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا حتى يتوب الله عليه من فوق سبع سماوات. مر اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، وفي ليلة السادس الشباب بعد صلاة رسول الله أغشي على أبي لبابة، فصدق أبو لبابة في توبته مع الله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول يوم لما ربط أبو لبابة نفسه يا إخواني في السارية أو في العمود، قال: أما والله أنه لو جاء إلي لاستغفرت له الله فتاب الله علي. أما أنه فعل ذلك وأقسم بالله على ذلك، فوالله لا أحله حتى ينزل الله إيه؟ براءته من فوق سبع سماوات. ففي اليوم السادس لما صدق أبو لبابة مع ربه تبارك وتعالى، نزل قوله تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ففرح النبي محمد، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ألا أبشره؟ قال: اذهبي. ما هو إيه إخواني مربوط فين؟ في السارية، والسارية بينه وبين مسجد النبي ما فيش خطوات أو أمتار.
فقال لها النبي بشري، بل خرجت ونادت على الصحابة وقالت لقد تاب الله على سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب أحد الصحابة ليفكه بكى أبو لبابة وقال أما والله لا يفعل ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليفكني مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى أبي لبابة وفكه أيها الإخوة الأكارم وتاب الله عليه. تعالوا نعود الآن إلى بني قريظة، فتبادلت الرسل فأرسلوا إلى رسول الله قالوا يا محمد نخرج كما خرج إخواننا من بني النضير. فاكرين بني النضير طلعوا بإيه إخواننا؟ الله يفتح عليكم، خرجوا بأنفسهم ونسائهم وأولادهم وما تحمله الإيه؟ الدواب والإبل. قالوا خلاص وإحنا نطلع بأموالنا ونطلع ما تحمله فقط الإيه؟ الإبل. فقال النبي أما ذلك لا. ليه يا إخواني لا؟ مع أن بنو النضير يا إخواني تآمروا على قتل مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كان مسامح، أما إخواني الآن حق لمن؟ حق لله وللصحابة، فما كان لرسول الله أن يتنازل على ذلك. دايما النبي صلى الله عليه وسلم متسامح في حقه. يا شباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله ما غضب لنفسه، ما انتقم لنفسه، ما آذى أحد لنفسه أبدا، إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان يغضب النبي محمد. فرفض النبي. طب أول مشورة ما نفعتش، فقال لهم كبيرهم كعب بن أسد قال يا معشر يهود أما تعلمون أنه هو رسول الله؟ قالوا والله نعلم. قال إذن تعالوا بنا نسلم فوالله لن يأمن اليوم إلا من آمن. فيش أمان لنا غير إحنا ندخل فين؟ في الإسلام. قالوا أما ذلك فوالله لن نترك أبدا توراتنا، ولو أنهم أقاموا التوراة لآمنوا برسول الله، ولكنهم أقاموا التوراة المحرفة. والآن يا إخواني في الله بعد الصلاة على رسول الله، إن الصهاينة لا يحتكمون الآن النتن يا إخواني في الله، نتنياهو والجماعة دول إخواني لا يحتكمون إلى التوراة، إنما يحتكمون إلى كتاب يسمى التلمود. صليتم على رسول الله؟ إن هو يا إخواني المعروف صليتم على رسول الله ب اللهم صل على رسول الله، يعني بقواعد أو أحكام بنو صهيون مكتوب كذا، ولهم كلام غريب جدا فيه يا إخواني في الله. هذا الكتاب ده الرسول أنا في كلية الدعوة صليتم على رسول الله مقاطع منه، مقاطع لا تتخيلها يا إخواني. أن اليهود عندهم يا إخواني في هذا الكتاب كتاب التلمود أن الله عز وجل يقسم اليوم يا إخواني في الله إلى عدة ساعات، ساعة يرزق فيها الناس، وساعة يحكم فيها بين الناس، وآخر ساعة قبل، والله يا إخواني نص الكلام ده صليتم على رسول الله، آخر ساعة من النهار ينزل الله من السماء فيلعب مع الحوت ملك الأسماك. ربنا بيلعب مع مين؟ مع الحوت صليتم على رسول الله. وأن الله انتقم من آدم عليه السلام لأن الله أحب حواء حبا جما، مكتوب في كتابه. هذا كفر، صلينا على رسول الله إخواني. فالحمد لله الذي هدانا للإيمان يا إخواني، الحمد لله أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد رفض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم رفضوا أن يتبعوا النبي محمد. فقال لهم كعب إذن الحل الثاني ما هو؟ قال أن تقتلوا نساءكم وأولادكم وتخرجوا إلى محمد، إما أن تنتصروا وإما أن تقتلوا خلاص. فقال حييب أخطب طب خلاص لو حتى احنا انتصرنا ما القيمة في الحياة إذا لم يكن لنا لا زوجات ولا لنا إيه؟ أولاد. فرفض. قال خلاص الأمر الثالث، اليوم يوم السبت ليلة السبت، فتعالوا الآن والمسلمون يعلمون أننا لا نقاتل يوم الإيه؟ يوم السبت، فتعالوا بنا نبغتهم ونقضي عليهم وخلصت القضية. فقالوا لا، نحن لا نخالف التوراة،
صليتم على رسول الله؟ يعني يقتلون جميع البشر؟ وقل لا نخالف التوراة. أي توراة؟ صليتم على رسول الله؟ صدق ربنا حينما قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا وصفهم يا إخواني. فرفضوا. فقال كعب فأنتم وشأنكم انتظروا العقوبة. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد اجعل بيننا وبينك حكم. وفي رواية أن الذي سعى لحل المشكلة دي إخواني الأنصار. إزاي يا إخواننا؟ ذهب جماعة من الأنصار إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم اقبل شفاعتنا في بني قريظة. إزاي؟ قالوا يا رسول الله أنت قبلت شفاعة أبي ابن سلول في بني قينقاع وتركتهم يخرجون بأموالهم وكل ما يملكون، يا رسول الله ألا تقبل شفاعتنا فيهم يا رسول الله؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا معشر الأنصار وخاصة من الأوس، يا معشر الأنصار من الأوس، ألا ترضون أن أجعل حكما منكم يحكم عليهم؟ قالوا رضينا، موافقين احنا والله يا رسول الله. فقال النبي محمد أين سعد بن معاذ؟ وكان سيدنا سعد قد أصيب في الأكحل، الأكحل ده عرق موجود في معصم اليد، إذا أصيب فيه الإنسان اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي يا إخوان في الله، الأكحل ده عرق موصل إلى الشريان الأساسي للقلب، إذا أصيب فيه الإنسان قلما ينجو إلا ويموت بسببه. فسيدنا سعد أصيب في الأكحل في غزوة، صليتم على رسول الله، في غزوة الخندق اللي هي كانت الأيام العدة الشهر الماضي. فلما أصيب فيه تفجر الدم منه، وقالوا أن سعد خلاص حياته إيه في الرمق الأخير. فبكى سعد وقال اللهم إن كنت قد وضعت الحرب، صليتم على رسول الله، بين رسول الله وبين بني قريظة فاللهم اجعل هذه شهادة في سبيلك، وإن جعلت بين النبي محمد وبين بني قريظة يا رب العالمين قتالا فأسألك ألا تمتني حتى تقر عيني بقتال بني قريظة. يقول راوي الحديث ورواة الحديث إذا بالدم يا إخواني يتجمد والجرح يا إخواني يلتم في اللحظة، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله رب العالمين، وشفي في اللحظة. وهذه دلالة على أن النبي سوف يقاتل مين؟ بنو قريظة. فقال النبي أين سعد؟ وفي رواية قال إن النبي هو الذي وضعه في المسجد النبوي وضرب له خيمة وجعل له يا إخواني من الأطبات المعروفات من المسلمين يا إخواني في الله، اللي هي أول طبيبة فين؟ في الإسلام المعروفة، اللي هي السيدة مين؟ رفيدة، كانت تداوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خبيرة بالطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى سعد بن معاذ. فأرسلوا إليه يريدك النبي محمد. فحملوه أكرمكم الله على حمار، وبدأ جماعة من الأوس يقولون يا سعد يا سعد إن رسول الله جعل إليك الحكم، فأرفق بمواليك، أرفق بالجماعة اللي كان بيننا وبينهم تحالف، لقد عشنا معهم فكن رفيقا بهم رحيما بهم. فأخذ يا إخواني يكسرون عليه في الكلام، وهو يا إخواني في الله مجهد رضي الله عنه وأرضاه، وعلامات المرض ظاهرة لسه عليه. فقال لهم سعد، سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني هم بيغششوه، يعني قول يا سعد خلاص كن رحيما بهم يا سعد، والدنيا مش مستاهلة والكلام ده، والرسول بيعفو، والأمر إليك الآن يا سعد، صليتم على رسول الله. فقال سعد أما والله آن لسعد ألا تأخذه في الله إيه لومة لائم، والله أبدا أبدا والله. وبالفعل لما قدم سعد على رسول الله وهو على حمارة لم يستطيع الحركة ولا المشي، إذا برسول الله يقول للصحابة قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى إيه سيدكم. وهنا استنبط العلماء حكما شرعيا جميل جدا، هل يجوز أن أقوم لمن يأتي ولا لا يجوز؟ ينفع ولا ما ينفعش؟
واحد داخل علينا، ينفع أنا أقوم أسلم عليه ولا ما ينفعش؟ ها؟ ما في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الله يفتح عليك. هل يجوز ولا يجوز؟ هنا اختلف العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا إخوتي قال للصحابة هكذا، قال لهم يعني لما أدخل عليكم ما حدش يقوم. ده لمين؟ لسيدنا النبي. جميل إخواني. قال لا، ثم ذكر لهم الحديث صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من سره أن يتبوأ له، من تمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام ذكر الشيء بالشيء، قال لهم النبي: لا تقوموا لي، يعني خلاص ما حدش يقوم لي كده صلى الله عليه وسلم. فيوما دخل النبي فقام الصحابة فغضب النبي، مع أنه نبه عليهم ألا يقوموا بأبي وأمي، إمام التواضع صلى الله عليه وسلم. وناس من الناس يا إخواني عندها من الكبر، ومش أنت اللي تكبر يعني، صليتم على رسول الله يقول لك والله معدي عليه، والله ما أملي، والله معدي عليهم، والله موقف، والله نسأل الله العفو والعافية، يعني في قلوبهم مرض يعني. جميل يا إخواني. فلما وقف الناس وغضب النبي، فإذا بسيدنا حسان يدرك الأمر، عرف أن النبي إيه؟ زعل كده صلى الله عليه وسلم. فأنشد سيدنا حسان يقول: قيامي للعزيز على فرض، وتارك الفرض ما هو بمستقيم، عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يقوم. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلص الموقف سيدنا إيه؟ حسان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد: يجوز متى أن تقوم؟ إذا استشعرت بمن يدخل عليك ليس بمتكبر ولا يريدها لكبر، وأنت قيامك له من باب الاحترام ومن باب الإجلال والتقدير، صليتم على رسول الله، ليس من باب الرعب ولا من باب الخوف ولا من باب تعظيم لهذا الرجل أبدا. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إخواني في الله أننا نعطي كل ذي إيه؟ حق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلوا الناس إيه؟ منازلهم صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش مثلا عالم داخل تروح أنت تقول له: أهلا أخبارك إيه؟ صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الوالد، والدك والدتك: أهلا يا والدي، وأنت واقف كده ما ينفعش. أو المدرس، أو من أصحاب إخواني في الله، أصحاب الفضل. جميل يا إخواني في الله. أو من يأتي إليك ضيفا، أو يأتي إليك يا إخواني في الله، لابد أن ننزل هؤلاء يعني. الشاهد: قال النبي: قوموا إلى سيدكم. وصل سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه، ثم قال له النبي: يا سعد. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أحكم فيهم يا سعد، أحكم فيهم. وخلي بالك على إشارة ودلالة هنا، أن النبي لما جعل الحكم لسعد لم يكن يعني على هوى لرسول الله، يعني بمعنى إيه؟ إن يعني صابت أو خابت، لا، لأن كل ما يقوم به النبي إنما هو وحي يوحى، مش قال لك خلاص يصيب سعد أو يخيب سعد. والدليل في الكلمتين اللي جايين دلوقتي يا إخوان، صليتم على رسول الله، لأن الحكم عند النبي جاهز، والحكم عند النبي معلوم، وهتعرف دلوقتي أن الحكم معلوما الآن. فقال: أحكم فيهم يا سعد. فقام سعد وأخذ المواثيق والعهود على جميع من حضر، فنظر إلى بني قريظة والأنصار اللي هم كانوا في جهة، فقال لهم: أخذت عليكم عهد الله وميثاقه أنكم ترضون بحكم إذا حكمت. فقال الجميع: نعم رضينا يا سعد، رضينا. ثم نظر سعد وغض الطرف إلى الأرض، ثم قال: أخذت العهد والميثاق من الله، أيرضى من ها هنا؟ وكان يقصد بذلك من؟ سيدنا النبي. ولكن انظر إلى الأدب، طأطأ برأسه وانحنى، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يرضى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: راضينا يا سعد. الله الله على جمال وتواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال له: طب خلاص قول يا سعد ونشوف ايه، نشوف كلامك صح ولا غلط، لكنه تربية النبي محمد. وسعد يا إخوتي بعد الصلاة على رسول الله أسلم وعمره 30 سنة، ومات واستشهد، لأنه استشهد بسبب الجرح ده إخواني، وكان يبلغ من العمر كام؟ 36. ويوم أن مات سعد
يا إخواني اهتز له إيه؟ عرش الرحمن. وقتم يا سعد، فقال أم يا سعد هذا لسعد ألا تحكموا في الله لومة لائم، يا رسول الله أحكم فيهم بما؟ أن يقتل المقاتلة، كل من قاتل وحارب يعمل إيه؟ يقتل الرجال، تمام، وتقسم الأموال كل ما يمتلكون. جميل. وإذن يا سعد، قال سيدنا سعد رضي الله عنه وتسدى النساء والأطفال، يقع في الأصل. جميل يا إخوان. فإذا بوجه رسول الله يتهلل فرحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم، يبقى الحكم كان نازل ومش نازل، وكان معلوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أيها الإخوة الأكارم، دفع المقاتلة فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأطفال والنساء وقعوا في السبائل. الحتة دي يا إخواني بيلعبوا فيها في الاستشراق وفي صدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون أن هذا النبي كيف يوصف بأنه رحيم وكيف يقتل عزل؟ لا، هؤلاء ليسوا إيه؟ بعزل. ركز، اللعب على المكشوف الآن يا شباب على دينك. لازم تتفقه في دينك وتذكر قولة النبي من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين يا شباب. لازم تشوف لك حل في نفسك أن تتعرف على رسول الله، لأنك لو سمعت هذه القصة من الآخر لاتهمت رسول الله بما لم يكن يليه. لما تسمع أن النبي محمد قتلهم يا إخواني وكانوا يتجاوزون أكثر من 400 مقاتل، يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يا إخواني لو دفت المعركة كانت لهم كيف يكون الحال؟ لقتل ما يقرب من 3000 من أصحاب رسول الله، وعلى رأسه النبي محمد. يبقى الموضوع عشان تعرف تربط الأحداث، هتسمع كده والنت كده يا إخواني، قد صدق من قال بأن إخوان التواصل الاجتماعي ده عبارة عن شبكة عنكبوتية. فإخوان في الله تصطاد الشباب إخوان في الله. وأنا قلت لكم يا إخوان بعد الصلاة على رسول الله أكثر من مرة، يأتي ليه في المسجد، المسجد المتواضع المبارك ده، صلينا على رسول الله، لكم على الشاب اللي قال لي بصراحة أنا مش معترف بأن النبي محمد صح، صليتم على رسول الله؟ وواحد تاني يا اخواني في الله، والله ده انا ما اسمعه، انا اللي اتعرضت لي في المسجد ده، اب ياخدني من هنا بعد صلاه العشاء وكيف تعالى اتكلم مع ابني، يقول بصراحه انا ربنا بصراحه انا مش معترف، يعني هو فين ويعني طب ما يورينا نفسه. فاللعب على المكشوف الان وعلى شبابنا، صليتم على رسول الله؟ ويجي واحد يقول لك طب ما هو النبي ازاي رحيم وربي يقول له وما ارسلناك الا ايه؟ الا رحمه للعالمين، وهنا يقتلهم. روح انت محتاج انك انت تحكي لي الحكايه من اولها الى اخرها. نختم الكلام يا اخواني، نقول ما قلناه في اول الكلام ان جميع الاعراف وجميع العادات وجميع القوانين معروفه بان الخائن في مرحله القتل، في مرحله الحرب ليس له توبه، لا يستامن، والا كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظه؟ هيعمل ايه معاهم يا اخواني في الله لو هو سامح لهم صلى الله عليه وسلم؟ مع انه عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بنو قينقاع، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بنو النضير، بس بنو النضير تآمروا على قتل مين؟ على رسول الله، اما هؤلاء تآمروا على استئصال الاسلام ايها الاخوه الاكارم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصرا مبينا لرسول الله، ليه؟ لان المره الاولى في يا اخواني في الخندق قضى النبي صلى الله عليه وسلم على كل من تسول نفسه أن يعود إلى مدينة رسول الله، وعلى رأسهم قريش يا إخوان، خلاص قريش مش هترجع تاني. طيب وبنو قريظة لن يستطيع، لا المنافقين ولا مين يا إخواني ولا اليهود أن يتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فضل الله تبارك وتعالى ينزل على رسول الله ما لا يقل عن 60 آية تحكي الأحداث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أن وما النصر إلا من عند الله رب العالمين. غدا إن شاء الله رب العالمين نكمل كيف مات سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه.
وما الذي حدث مع جبريل عليه السلام لما نزل على رسول الله؟ أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب، اللهم انصرهم بنصرك، أيدهم بتوفيقك، اللهم قل لهم يا رب العالمين، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم يا ربي، اللهم إنهم يا ربي ضعفاء فقويهم، جوعا فأطعمهم يا ربي، جرعا فداويهم يا رب، اللهم إنهم يقتلون الأطفال ويهدمون المساجد ويهدمون المستشفيات، فاللهم إنا نسألك ألا تقم لهم في بلاد المسلمين راية، اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم عبرة يا رب العالمين لمن خلفهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين وبمن يعاونهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.